يا إسرائيل لا يأخذكم الغرور عقارب الساعات إن توقفت لا بد أن تدور إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا فالريش قد يسقط عن أجنحة النسور والعطش الطويل لا يخيفنا فالماء يبقى دائما في باطن الصخور هزمتم الجيوش إلا أنكم لن تهزموا الشعور قطعتم الأشجار من رؤوسها وظلت الجذور أهلا بكم دائما ما كنا نتحدث عن بعض الممارسات التي تصنف على انها فتن طائفيه او محاولات لجر البلاد نحو ما يسمى فتن طائفيه، وكنا دائما ما ننادي بضروره ان يتم تفعيل القانون وان القانون عندما يوضع في ثلاجه مقابل ان يكون هناك جلسات او اعداد عرفيه فان هذا يمثل انتصارا لدوله الغابه على دوله القانون. لكن اليوم تم حسم هذا الجدل الذي لم يجرؤ احد على مدار كل السنوات الماضيه ان يقتحم هذه المساله ويضع لها حدا بشكل مقنن وبشكل واضح يجعل كل ما جرى فيما مضى بمثابه ذكرى. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر القرار الجمهوري رقم 602 لسنه 2018 بتشكيل اللجنه العليا لمواجهه الاحداث الطائفيه برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب عضوية كل من هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية المخابرات العامة هيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وفق القرار ووفق القرار فإنه يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعها أي من الوزراء المعنيين حسب ما تراه اللجنه، تتولى اللجنه العليا لمواجهه الاحداث الطائفيه وضع استراتيجيه عامه لمنع ومواجهه لمنع ومواجهه الاحداث الطائفيه، مش فقط لمواجهه الاحداث يعني عندما تحدث مشكله تتدخل لجنه، لان اللجنه منوطه بمنع الاحداث منع تكرار الاحداث، منع الاسباب التي تؤدي في النهايه الى ما يظهر على السطح بانه فتن طائفيه ومتابعه تنفيذ قرارات هذه اللجنة أليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقعها تعد... تعد اللجنة تعد اللجنة تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وتوصياتها وأليات تنفيذها يعرض رئيسها على رئيس الجمهورية بشكل مباشر وتم نشر هذا في جريدة رسمية طيب ده القرار أهميته إيه ماذا يعني هذا القرار الجمهوري بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية أي أحداث طائفية بقى واللجنه مش لمنع الاحداث، لمواجهه الاحداث، لمواجهه مسببات الاحداث، لمواجهه هذه الفتن الموجوده كل واحد يطلع يقول لا ما تصليش هنا عشان انت لا لا ما فيش صلاه هنا عشان انت مش عارف ايه، لا 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 ما تعليش صوت القداس بتاعك، الثاني يقول له مش عارف ايه، بتحصل فتن طائفيه موجوده واحنا لا يمكن ان احنا نقعد نحط راسنا في الرمل ونقول لا ما بيحصلش وكذا، لا بيحصل نتيجه الجهل. اللي موجود نتيجة العنصرية والطائفية الموجودة لدى البعض في أعماق أعماق البعض في أفكارهم في ثقافتهم لابد إن احنا نواجه المجتمع، إذا أردنا أن نكون يكون المجتمع مجتمعًا صحيحًا معافى يجب أن يكون هناك مواجهة حقيقية وجادة مش مواجهة تمثيلية، فكرة الشيخ والإسيس اللي يبصوا بعض الاتنين وتقبيل اللحى نظريه فاشله تماما فكره ان احنا نعمل قاعده عرفيه ونجيب العمده من هنا والشيخ البلد من هنا والاساس من هنا نقعد نبوس بعض ومحدش طايق تاني في الاماكن اللي فيها فتن الاماكن اللي فيها خناقات بيبقوا مشتاقين بعض يبوسوا بعض ونصور وتمام التمام كل ده كلام فاضي كل ده لم يأتي بنتاج احنا عندنا بلد بتبنى من جديد وفق اليات جديده بنواجه الازمات الحقيقية بنواجه بصدق بنواجه بنبل بنواجه بشرف كل الناس امام القانون سواسيه ما فيش حاجه اسمها مسلم ما فيش حاجه اسمها مسيحي فيش حاجه اسمها ده واحد مواطن وده مواطن بشرطه وده مواطن مناسب وده مواطن قريب من السوق ما فيش حاجه من هذا القبيل على الاطلاق ليعلم كل مواطن في الدولة المصرية انه امام القانون الجميع سواسية كاسنان المشط ده كلام حقيقي مش كلام للاستهلاك الاعلامي ولا للاستهلاك المحلي اي مواطن اي حد اي مسؤول يجي يقول لك ان في قرص ريش اقول له انت كذاب اي حد يجي يقول لك انا اصلا قريب من الجهه الفلانيه اقول له انت كذاب و كذاب اي حد يجي يقول لك اصلا واصل اقول له انت حضرتك كذاب برضه بالتالي احنا عايزين المواطن نفسه هو اللي يحافظ على تفعيل القانون ازاي يكون عنده الوعي الكامل الوعي الكافي الجراءة الكافية الشجاعة الكافية انه يقول لا قول لا ويفضح هؤلاء المرتزقة اللي بيرتزقوا على جهل الناس، أنا بقول تاني الجهل بالقوانين لا يعفي أصحابها، بالتالي أنا أرى إنه قبل أن يرحل العام 2018 كان هذا القرار الجمهوري بمثابة تصحيح لأوضاع كانت مغلوطة، تصحيح لأوضاع كانت مسكوت عنها، تصحيح لأوضاع كنا جميعًا ننظر في بلاها إلى ما يجري والجميع بيستمر ان هو يقول ما حدش قادر يتكلم يقول ان ده غلط او ده صح في كل الاحوال وداعا لفكره بقى الاعادات العرفيه وداعا لقانون المصاطب وداعا لهذه الامور التي كانت تمثل ضربات صارخه للقانون وفكره تطبيق القانون وفكره صفعات الدوله وفكره هيبه الدوله فكره بقى مع كامل احترامي ليه فكرة بيت العيلة وفكرة أعتقد وأتصور أنه بيت العيلة والحاجات دي خلينا ننشر الثقافة لكن نطبق قانون؟ لا تطبيق القانون وفقاً للقانون والقرارات السارية مفيش حاجة اسمها فلان ده له مقام وفلان هذا له, له بركة فبالتالي الناس تسمع لا القانون هو السيد فكرة الأعداد العرفية وداعا فكره قانون المصاطب وداعا تاني اللجنه العليا الحاليه بمكوناتها مين هم الاشخاص اللي فيها الاعضاء اللي فيها مستشار رئيس الجمهوريه للامن ومكافحه الارهاب مدير المخابرات العامه مدير المخابرات الحربيه قاتل المسلحه هيئه العمليات الاسماء اللي موجوده فيها لا مسائل يعني اسماء بتمثل عايز اقول كرامه الوطنيه والدوله المصريه فبالتالي الامور وضعت في نصابها الموضوع مهم يبقى لازم يكون فيه شخصيات وعندها قانون تشتغل بيه على قدر الموضوع انا تاني بقول انه هذا قرار وقانون طال انتظاره لكنه صدر كما الكثير من القرارات اللي بتصدر خلال الفترة الحالية لمواجهة صادقة وأمينة لمشاكل مزمنة مشكلة احنا ما فيش الحمد لله احنا حبايب اه حبايب حبايب ايه بالمحبة باختيارك يعني؟ يقول لك والله انا انت مش باختيارك ده بالقانون المفروض احنا القانون هو السيد ما ينفعش اسأل واحد اقول له انت انت مسيحي ولا مسلم؟ انت واصل ولا مش واصل؟ انت تعرف مين ولا تعرفش مين؟ زي في اماكن يقول لك اه قول يا ابني وسطتك ايه؟ فكرة بقى انا انا مين؟ مش عارف انا مين؟ وانا ابن مين؟ وتعرف انا ايه كل الكلام ده كلام اعتقد انه اللي يسمح بيه بقى هو لا يلومن الا نفسه اللي إيه ودانه اللي تسمع واحد بيقول له انت تعرفش انت مين والله لو حد لو اي مواطن واحد يقول له تعرفش تكلم مين يعني انا مش عايز اقول كلام اعاقب عليه او احاسب عليه يعني عايز اقول إيه؟ لك ايه اديله باللي في رجلك يعني عيب يعني انا مين انت مواطن ابن مين ابن مواطن الفرصه اللي بيني وبينك القانون الحق والواجب ولابد ان احنا نحترم بعض بصرف النظر وبغض النظر عن ده شغال ايه وده فين وده تابع لمين. في النهايه لن يشعر المجتمع بالعدل والحق والواجب الا اذا كان هناك تفعيل لنصوص القانون بشكل حقيقي ودون اي مواراه او تعطيل، قانون قرار جمهوري صدر لتصويب اعضاء تصويب اوضاع خاطئه بشكل تاريخي الرئيس بيجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر وبيوجه بالالتزام بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل للحفاظ على استقرار الاسعار طبعا خلال شهر نوفمبر لسه شهر ديسمبر مخلصش كان معدل التضخم وارتفاع الاسعار كان اقل معدل منذ ثلاث او اربع سنوات عندي المؤشرات الاقتصاديه كلها كانت مرتفعه وكانت بشكل يؤكد انه مسيره الاصلاح الاقتصادي بتسير في الطريق الصحيح ومن ثم خلال المرحله الحاليه والقادمه بدا المواطن يشعر اولا استقرار في الاسعار في معظم السلع اثنين في بدا الاستثمارات الاجنبيه بتاتي بشكل يعني متسارع بدا المصانع المعطله تتحرك بدا المشروعات اللي الدوله دخلت فيها بشكل كبير زي المشروعات اللي بنتكلم فيها كل يوم زي الطرق من اللي مشروعات الطرق مين اللي بيشتغل فيها؟ شركات المقاولات، شركات المقاولات فيها ناس، الناس بياخدوا مرتبات، المرتبات بيتم انفاقها في السوق، السوق بيتحرك بينشط الحركه الاقتصاديه وهكذا ايضا في باقي المشروعات سواء الزراعيه او المشروعات الصناعيه او الخدميه والسياحه اللي بدات تتحرك رغم محاولات البعض لايقاف العجله، في النهايه الرئيس مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بيصدر تعليمات بالاستمرار في الحفاظ على ما تحقق اثنين في ضرورة تطوير المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تحتاج إلى تطوير في ضوء تشجيع المؤسسات الدولية البنك الدولي دون الدولي واقتناعهم وقناعتهم ومدعمهم ومسندتهم للتجربة المصرية في الإصلاح طيب بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية السفير بسام راضي قال ان الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتزام بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل احنا مش بننفذ برنامج اصلاح اقتصادي منقوص وان الرئيس وجه خلال الاجتماع بتقييم الاجراءات المتخذة في هذا الاطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصاديه المنشوده بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصاديه وزياده ثقه المجتمع الدولي في قدره الاقتصاد المصري على النمو وجه الرئيس مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي. المتحدث الرسمي قال إن الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي النقدي وتدفقات النقد الأجنبي في مصر التي وصلت إلى 163 مليار دولار خلال ثلاث سنين. تاني الرقم تاني 163.5 مليار دولار تدفقات نقد أجنبي إلى مصر خلال ثلاثة سنوات. وكذلك الزيادة اللي طرأت في موارد البنوك المصرية من 8.3 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحديد سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم. أرقام الناس بس لو نركز بتركيز سريع دون الدخول في معضلات اقتصادية الموضوع بسيط جدا. كان عندي 8.3 الموارد البنوك المصريه من العملات الاجنبيه، يعني 8 مليار دولار وكسر، قول 9 مليار دولار. انتقلوا في بعد تحرير سعر الصرف وصل قد ايه؟ وثمانين ونص مليار دولار. يعني زدنا 80 مليار دولار. 80 مليار دولار. 8000 مليون دولار، رقم مخيف لكنه بيؤكد انه القرار كان صائبا وثقه في النظام المصرفي المصري بعد تحرير سعر الصرف. آه يعني برضو من ضمن ال 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 الامور الكويسه اللي تضمن تحقيق فائض بلغ حوالي 1.5 مليار دولار في ميزان المدفوعات الامر اللي بيرجع بيرجع بالاساس الى زياده المتحصلات الخدميه تصل الى حوالي 11.4 من مليار دولار مقارنه ب 9.8 مليار دولار خلال ذات الفتره من العام الماضي بالاضافه الى حوالي 1.1 مليار دولار زياده في الصادرات البتروليه واضاف السفير بسام ان محافظ البنك المركزي تعرض ايضا خلال الاجتماع طورات انشاء دار طباعه النقد بالعاصمه الاداريه الجديده. طيب انا الارقام اللي قلتها دي ممكن الناس تقول يعني يعني انا مالي؟ لا بقول لحضرتك الارقام دي لازم حضرتك تعرفها كمواطن انه احنا ماشيين في الطريق الاقتصادي الصحيح. ده ده الرساله المطلوبه. طيب هو احنا بنتكلم كده وخلاص بنضحك على الناس؟ لا ده في ارقام بقول كنا قبل تحرير سعر الصرف كنا 8 ولا 9 مليار اللي هو الفلوس الدولارات والنقد الاجنبي اللي بيخش البنوك المصريه بعد تحرير سعر الصرف وصلنا الى 88.5 مليار دولار ده مؤشر بس لو احنا خدناه انا حفظته خلاص اهو. في 4 نوفمبر 2016 صدر القرار الاخطر في تقديري في منظومه الاصلاح الاقتصادي اللي هو تحديد سعر الصرف او الناس بتسميه في الادبيات الاقتصاديه بتعويم الجنيه. قبلها كانت البنوك بتستقبل 8 مليار دولار. بعد القرار خلال ثلاث سنين وصلنا ل 88 مليار دولار. ده رقم بس بيؤكد وبيؤشر على انه القرار كان قد ايه صائب وقد ايه كان متاخر. طب الحاجات دي كلها هتنعكس علينا كمواطنين او على حضراتكم كمواطنين ازاي؟ هتنعكس المؤشرات الكليه اللي احنا بنقولها وخلال الفتره الماضيه بناكد عليها سواء سعر الصرف تضخم ثبات سعر الصرف دلوقتي 17 وكسر الدولار ما زال بقى من ثلاث سنين شغالين من 16 17 18 الحمد لله في نفس الرينج قروش الفرق والناس كانت بتقول الدولار هيوصل 50 وهيوصل 100 وافلاس وكل الكلام ده انا بفكركم بيه وافكركم بيه إيه ارجعوا للمده دي وانا المفروض كنت اعملها يعني ان شاء الله نعملها قريب نحاول نجمع كيف كان ينظر الى قرار تعويم الجنيه او تحرير سعر الصرف من اعداء الدوله دول اعداء اعداء صريحين او الناس اللي مش فاهمه او الناس اللي بتدعي الفهم كل دول كانوا موجودين قالوا ايه قالوا ده خراب مستعجل قالوا ان تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه خراب مستعجل مصر هتفلس فاكرين هذا الكلام انا بفكرك وبفكر نفسي ويا نرجع نجيبه بالصوت والصوره كيف كانت المحطات الاجنبيه المعاديه زي الجزيره والمحطات اللي موجوده في تركيا بتقيم القرار المصري وكيف صمت هؤلاء واختفى وذهب هؤلاء دلوقتي القرار خدناه في 2016 نتيجته قدامنا اهو الحفاظ على سعر الدولار سعر الجنيه مقارنه بالدولار بقالنا ثلاث سنين الحمد لله في هذا الاطار لم يتغير فرق روش فقطع زي اي دوله في العالم لانه تحول الدولار من كان بيعتبروه سلعه فيما مضى بيتاجروا فيه وناس حققت مليارات الارباح الحرام لكن دلوقتي الدوله اصبحت صادقه مع نفسها ده سعر العمله اهلا وسهلا خلاص مفيش فيش اي مشكله يلا نشجع التصدير يلا نقلل استيرادنا للحاجات الاستهلاكيه الاستفزازيه، يلا نشغل المصانع العطلانه، يلا نظبط المؤشرات الاقتصاديه بتاعتي البطاله والتضخم والامور الاقتصاديه سواء ميزان المدفوعات، ميزان التجاري وما شابه، كل ده تم ضبطه خلال هذه السنوات، احنا على مشارف بنيه اساسيه اقتصاديه كمؤشرات، الاقتصاد ده عباره عن قطاع مصرفي اللي هو البنوك وخلافه، وقطاع تجاري استيراد تصدير وجمارك وخلافه وكل ده بينصب تحت القرارات الاقتصاديه تحرير سعر الفايده او زياده سعر الفايده بقرش او تخفيضه بقرش ساغ واحد بيؤدي الى التاثير على الاستثمارات اللي داخله واللي خارجه بالتالي انا بطمن المواطن في نهايه 2018 قبل ساعات من رحيل هذا العام ان احنا كان العام 2018 عاما للاستقرار الحقيقي في منظومه الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي المصري حقق نجاح باهر على كل المستويات الحفاظ على سعر الدولار اثنين التدفقات الماليه بالدولار داخل البنوك المصريه اللي وصلت 88.5 مليار دولار انا بقول هذا الكلام وممكن ناس تقول انا مش مهتم بيه او ما يلفتش نظر حد احنا بنتكلم فيه لا بقول ده مهم جدا لانه هيخرج منه وينبثق منه خلال المرحله الحاليه والقادمه ما يمس المواطن بشكل مباشر في تغيير حياته المعيشيه اليوميه الافضل سواء انخفاض الاسعار او استقرار الاسعار لو او توفير فرص عمل معدلة تشغيل عاليه او الدخول في استثمارات اجنبيه مشتركه مع الدوله او القطاع الخاص مما يخلق فرص عمل ويتحقق الرواج الاقتصادي المطلوب والحمد لله حققنا اكتفاء ذاتي وفائض من الطاقه طاقه الكهرباء والبترول اخذ في الطريق والغاز الحمد لله بالتالي كل المؤشرات عليك انك تنظر بايجابيه الى المرحله الحاليه وتنظر بعين فيها نوع من الامل والتفاؤل مش الكاذب الحقيقي الصادق اللي طالع من مجهود وعرق وناس مشمره وبتشتغل خلال العام المنصر خلال الساعات القليله الماضيه كان هناك مجهود مكثف من الشرطة المصرية وزارة الداخلية سواء في تأمين الاحتفالات المصريين بإعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد أو في الأمن الجنائي أو في المرور ضبط الشارع المخالفات وتنفيذ الأحكام مكافحة الإرهاب الحقيقة يعني أنه من لا يرى ما يجري عليه أن يراجع نفسه بشكل كبير لأنه وزير الداخلية خلال محمود توفيق اللواء محمود توفيق وزير الداخليه يعني عقد اجتماع موسع مع قيادات وزاره الداخليه وكافه القيادات الامنيه لبحث خطط تامين البلاد خلال هذه المرحله والاجتماع كان مهم للغايه اجتماع كان مهم للغايه اجتماع كان فيه مجموعه من زي ما احنا شايفين كان مجموعه من الرسائل الواضحه من الوزير محمود توفيق أبرز هذه الرسائل التي خرجة خرجت من مخرجات الاجتماع لن نتوانى في اتخاذ إجراءات لن نتوانى في اتخاذ إجراءات لحماية أمن البلاد واستقرارها أي محاولات إرهابية لن تنال من عزيمتنا لتحقيق رسالتنا جهود أمنية كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات. وساهمت في استقرار الشارع المصري. حجم النجاحات الامنيه التي تحققت خلال الفتره الحاليه يجب الحفاظ عليها والعمل على زيادتها وزياده معدلاتها. اتخاذ اعلى درجات الحذر واليقظه ومضاعفه الجهود المبذوله وتفعيل جميع الاجراءات والتدابير اللازمه لتامين المنشات الحيويه. اتخاذ كافه الاجراءات لاحكام الرقابه والسيطره الامنيه على الطرق تحلي القوات بالجاهزيه التامه والكفاءه العاليه نشر الدوريات الامنيه وخدمات المرور والنجده وتعزيز الاكمنه بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئه والمحتمله استمرار ومواصله جهود الاجهزه الامنيه في الضربات الاستباقيه للعناصر والتنظيمات الارهابيه استهداف البؤر الاجراميه والتشكيلات العصبيه وضبط عناصرها بجميع محافظات الجمهوريه وتنفيذ الاحكام القضائيه مواصلة الجهود الأمنية لتنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بلا تهاون وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الإدارية بالمحافظات. التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة وجدية. الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع جماهير مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والاجراءات الامنيه. استمرار تفعيل مسارات التواصل مع المواطنين بما يضمن تفاعلهم الايجابي لتحقيق رساله الامن. لن نسمح باي ممارسات من شانها الخروج على القانون ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بامن وسلامه المواطنين وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن طيب ده كان اجتماع وزير الداخلية زي ما احنا شايفين مع قيادات الوزارة في هذا التوقيت وانا بقول للناس وبقول لكل اللي بيتابعنا في كل مكان انه الكلام اللي انا قريته الرسائل 15 رسالة من خلاصة اجتماع الوزير مع قيادات الوزارة بتؤكد انه الوزاره موجوده في كل مكان الوزاره باجهزتها بي بقيادتها بقطاعاتها المختلفه موجوده في كل مكان من اول الجبهه في محاربه الارهاب وسقوط شهداء من ابنائنا واخواتنا في الشرطه الى انتاج المعلومه اللي بتقوم بها الاجهزه المعنيه خاصه الامن الوطني لاحباط المخططات العدائية ضد الدولة المصرية وضد الأمن في مصر حتى ضبط الشارع وضبط منظومة المرور حتى تقديم الخدمات المدنية في الـ 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 الأماكن المخصصة لها زي جوازات وأحوال مدنية وخلافه إلى المطافي إلى إلى لو إحنا نركز نلاقي الأمن بمفهومه الشامل الأمن بمفهومه الامن الايديولوجي اللي موجود الامن الوقائي الامن السياسي كل ده امن موجود وهذه الرسائل ال15 اللي خرجت من مخرجات هذا الاجتماع جدير ان احنا نهتم بيها ونعلن ونعلم ونخبر بها المواطن بقول الحمد لله انه الامن في مصر ورجال الامن في مصر موجودين بشكل دقيق وموجودين بشكل دائم وموجودين بشكل واعي في كل مكان من ربوع مصر وبذكر الناس تانى احنا كنا فين وبقينا فين فاكرين لما مصر كانت بلا امن فاكرين لما مصر كانت بلا كمائن فاكرين لما مصر كانت بلا رجال شرطه فاكرين المخطط للايقاع بالدوله المصريه من خلال محاوله تزويب وضياع هيبه الشرطه؟ فاكرين فكره اعاده هيكله وزاره الداخليه؟ فاكرين الكلام اللي اتقال على الامن الوطني؟ فاكرين فاكرين خلينا نفتكر كي لا ننسى كنا فين؟ كنا فين؟ ودلوقتي بقينا فين؟ احنا امبارح عرضنا لكم ارقام لعمليات ارهابيه كانت في 2014 و15 و16 و17 الحمد لله احنا فين؟ كان في 2014 عندي 22 عمليه ارهابيه 2018 8 عمليات يعني انت قارن بين 14 و 18 احنا بقينا فين والعمليات الارهابية اللي موجودة في دولة بحجم مصر فيها 100 مليون حدود مصر الشرقية معلش ما حدش يزعل مع غزة ومع اسرائيل وحدود مصر الغربية مع اللا دولة في ليبيا وحدود مصر الجنوبية الموجودة انا بقول يا جماعة إحنا احنا في مكان محاط بدائرة ملتهبة احنا موجود عندنا حزام ناري بيحيط بالدولة المصرية في حدودها القريبة مش حدودها البعيدة كمان حدود الجغرافية للدولة المصرية انا بقول تاني احنا خلال خلال الفترة الماضية اتعلمنا كتير وعلينا ان احنا ننتبه وعلينا ان احنا نكون في منتهى الوعي وفي منتهى اليقظه واحنا بنقول ان الشرطه بتشتغل واحد يقول لي ايه دلوقتي ممكن تلاقي واحد يقول لي يا عم انت عملت تقول الشرطه عشان يا عم انت ما شفتش مثلا الراجل امين الشرطه اللي في الحته شفت يا حبيبي واحد يقول لي يا عم انت شفت الحادثه بتاعت امبارح واحد انا لسه بعيدها تاني وكل شيء عودة تاني يقول لي اول امبارح يقول لي مش انت بتتكلم بتقول انه رجال الشرطه ثاروا وكذا وكذا وبتاخروا ليه تاني بعيد تاني ومش مش مش هتكسف ان انا اعيد تاني الكلام بقول بكل فخر بقول بكل فخر بقول وبكل ايمان وبكل عقيده فيما اقول الناس دي بتصل الليل بالنهار واقفين في الشوارع واقفين في ساحات الحرب واقفين في الحرب مع الارهاب كل واحد رافع روحه على كفه وده هتقولي ده واجبه اقول لك واجبه وبيعمله بحب وبيعمله باقتناع وبيعمله بوطنيه بس ارجوك بلاش تهبط من عزيمته ارجوك بلاش تقول له انت قاعد تنظر عامل زي واحد دلوقتي هقول عليه وعمل تقول انت متاخر متاخر حضرتك نايم امن في بيتك وتاني معلش متغطي وشارد اللي عليك وعمال تتفرج على التلفزيون او تلعب في الفيسبوك او الانستجرام وتتفرج وتقول ايه لا اتاخروا شويه لا 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 اعمل كذا كذا احنا على فكره مش بنتفرج على فيلم كرتون ده ناس لحم ودم وابناء لهم اهل وازواج لهم ابناء بقول احنا المفروض نقول الله يقويكم المفروض نقول الله ينور المفروض نقول له سلمتم المفروض نتكلم كلمه حلوه ترمم معنويات ولادنا في ساحه الحرب على الارهاب الشوارع بتاعتنا لما تلاقي كمين وانت قاعد في عربيتك وقافل الازاز تسمع مزيكا لو سمحت معلش، كلنا بنشوف هذا الكلام، واحد واقف اللي واقف ده متعلم واهله صادفين عليه، وتعبان واهله خايفين عليه، وابن ناس، واقف في الشارع بيراجع رخصتك علشان يفرز المجرم من المواطن، لو سمحت ابتسم في وشه، لو سمحت عامله كويس، احنا دلوقتي الوزير بيتكلم في رسائله ضروره معامله المواطنين بشكل شيك، بشكل راقي، بشكل يليق بشرطه مصر، انت كمواطن برضه لو سمحت نفس القصه، عايزين نعامل اخويا وزميلي وصديقي وجاري وابني اللي في الشرطة نفس المعاملة احنا المفروض لا غنى لأي وطن عن الامن 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 فبالتالي رجال الامن لازم نحن نقول لهم متشكرين احنا بنقول لجيش بلادنا وقواتنا المسلحة اللي بتبذل جهد غير مسبوق على مر التاريخ انا بقول هذا الكلام ويشهد على كل كلمة وكل حرف بقوله ما رأيته بعيني في مواقع العمل ومواقع الإنتاج ومواقع مكافحة الإرهاب بشكل مباشر وبقول إنه جيش بلادي وشرطة بلادي لا يستحق منا إلا كل تحية وكل حب وكل امتنان وبقول لهم بمناسبة العام الجديد كل عام وأنتم بخير وكل عام ومصر معاكم وبيكم بخير الراجل اللي نايم ده وفرد الحاف وعمال ينظر موجود بينا وموجود في كل مكان لكن الانكه والنكته الحقيقيه في البرادعي اللي قاعد في فيينا واحنا شفناها بقى كان نفسي قبله في فيينا وبينظر بيقول بيدي للشرطة مدونة مدونة سلوك هات لي يا ابني التوتة بتاعت البردعي بيقول ايه لا يوجد سبب على وجه الارض يبيح او يبرر ازهاق روح بريئة فاحترام قدسية الحياة هو ما يميزنا كبشر ويجب ان يعلو فوق اي اعتبار لا يوجد سبب على وجه الارض يبيح او يبرر ازهاق روح بريئه طب الكلام ده الكلام ده معاك الكلام ده ما اي حاجه طيب انا بسال سؤال بقول السؤال هو كتب الكلام ده ليه ليه البردعي الرجل الهلامي رجل بلا ملامح الرجل الرخو في زمن الشده ياتينا رجل كائن رخو بلا ملامح محمد البرادعي كائن رخو بلا ملامح لا يفكر وليس لديه ضمير بيقول انه لا يوجد سبب على وجه الارض يبيح او يبرر ازهاق روح بريئه صحيح متفقين محدش عاقل عنده ضمير يقول الكلام ده غلط لكن بقول هو قال الكلام ده ليه؟ هو قال هذا الكلام ليه؟ وقالوا امتى؟ قالوا امبارح ليه؟ بعد القوات المصريه البطله الجريئه ما قتلت وصفت مجموعه من البؤر الارهابيه قلنا ايه انتقاما واستباقا انتقاما من مجاره واستباقا لمخططات كان هؤلاء ينوون القيام بها في الاعياد لما يجي القوات الشرطيه والقوات المسلحه تجد احد هؤلاء او مجموعه من هؤلاء معاهم القنابل ومعاهم الذخائر ومعاهم الاسلحه الاليه نطلع بقى ايه البردعي بيقول لا تقف كده اهوت لانه ما زال بريئا حتى هذه اللحظه تقول له الماده 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بيقول لك ما تقربش مني لو سمحت اديني ورده اديني زهره شوف بيقول ايه الراجل الكائن الراخ بيقول ايه من بديهيات العداله كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المجتمع الذي يحمي العدالة هو المجتمع الذي يحتمي بها واحد ضابط وجنود رايحين لقوا بؤرة إرهابية ومجموعة مختبئين ومعاهم سلاح وبدأوا يناولوا القوات ويبادلوا القوات اطلاق الرصاص هنروح بقى يطلع الراجل الورق يقول له المادة 11 لا تنسى انا تبع المادة 11 بتاعت البردعي ايه الخيبة اللي احنا فيها دي البردعي عايز كده البردعي عايز هذا الكلام البردعي وقنوات الاخوان شغالين عليه من امبارح كلهم كلهم في وقت واحد كلهم في نفس واحد بيتكلموا على هذا الكلام المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بتاع البلدي انا بقول للبلدي تاني واحنا في نهايه عام فعلا اذا لم تستحي فقل ما شئت وغرد كما شئت فتغريدك فاضح لك وفاضح لمكنونك وانا بقول تاني فعلا كائن رخو بلا ملامح كائن رخو بلا ضمير كائن رخو بلا اخلاق لا موقف له على الاطلاق فقط بيخرج علينا بهذا الكلام التافه الكلام السفيه بيقول انه لا ينفعش يتقرب من حد لما تحكم محاكمه علنيه واحد بيرفع عليا السلاح واحد بيقتل بيفجر اتوبيس لسياح ابرياء اتكلمت عليهم قلت ايه انا عايز اسال بس سؤال البلدعي يا ساده اتكلم على الارهابيين وقال ايه اتكلم على السياح الابرياء وقال ايه كتب ايه وغرد ايه على جنودنا وولادنا اللي بيسقطوا شهداء في ساحة مواجهة الإرهاب حد سمع له صوت حد قرأ له تغريدة حد سمع له كلمة يقولها لا هو بينتظر لما الشرطة أو الجيش يتخلص أو يصفي بؤرة إرهابية والله والله بكسر الهاء لو هؤلاء موجودون في فيينا اللي قاعد فيها ولا في باريس اللي بيحلم أن يقعد فيها ولا في نيويورك ولا واشنطن والله لا يتم تصفيتهم بنفس الآلية والطريقة من يحمل السلاح في مواجهة الدولة لا حوار ولا نقاش إلا ما جرى إحنا في دولة أيها الكائن الرغم مئة مليون مواطن مصري محتاجين أمن محتاجين تنمية محتاجين بناء محتاجين ايضا نخب لديها شرف ولديها ضمير ومحتاجين معارضه نزيهه لكن هذا الكائن الراق اعتقد انه تخطى كل حدود العقل الكلام اللي قاله البردعي قاعد نايم لابس البلط بتاعه ومظبط نفسه قاعد بيغرد بيكتب هذا الرجل ارجعوا شوفوه وشوفوا تصرفاته وشوفوا اعماله لما كان نائب رئيس جمهورية هرب كالفأر المذعور من المسؤولية خزل الناس وخذل المؤسسات وخذل الدولة وخذل المواطن وحتي هو هو رجل الخزلان المبين ده ياخد جائزة نوبل في الخزلان هذا الكائن الرخو بلا طعم بلا قيمة بينظر وبيدينا روشته كيف نتعامل مع الارهابيين، كيف تتعامل مع الارهابي؟ يا بيقول للشرطه يا شرطه اتعاملي مع الارهاب بالحسنى بالنقاش هو يحمل السلاح ليخطر رجل الشرطه انت ارفع له يافطه قول له الماده 11 من ال الاعلان العالمي لعقود الانسان. حاجه تخلي اعمال العقل شيء من الجنون. من الكائن الرخو الى الكائن اللزج. الكائن اللزج حمزه زوبع. حمزه زوبع ده طالع في المقدر كائن كائن جاهل عباره عن كائن لزج لا يمكن الا انت في ناس بتضحك لكن انا هقدم ما قاله واللي قاله ده منهج اخواني في اسباغ الالوهيه والنبوه والقداسه على اعضاء قالوا ان مرسي ده منزل من السماء، حد قال ده كان مرسي موجود في رابعه بيصلي بيه الملائكه كان وراه جبريل وميكائيل وميخائيل وكان وراه سيدنا محمد وبعض الانبياء كانوا ومرسي الامام. كان قالوا كده، قالوا جبريل جاء من السماء وقالوا هذا الكلام موجود ومعلن. لكن حمزه زبع امبارح قال حاجه جديده خالص ان محمد البلتاجي ده يعني سيدنا وهو كان نبي يونس. يا سلام، تعال نضحك مع بعض. وجميل قوي محمد البلتاجي، دكتور محمد البلتاجي. الاستاذ الدكتور احمد سيدنا واحد من اسيادنا وهو قاعد بالبدله الحمراء يا سلام يا جماله وفرد الشبشب محكوم عليه بالاعدام وحاطط رجل على رجل يا زيدي عليك الله ينور وجهك دنيا واخره يا شيخ روح الله يثبتك ويخرجك اللهم كما اخرجت يونس من بطن الحوت اخرج محمد البتاجي واخوانه وكما اخرجت يوسف من الجب اخرج الدكتور محمد البنتاج واخوانه اخرجهم اللهم اخرج هؤلاء الابطال ومتع عيوننا بالنظر اليه واسع يخرجهم تقلقش والله ما قادر اصدق والله ما قادر اصدق الناس دي مغيبه بهذا الشكل انا ما اعرفش والله ما اعرفش زوبع ده متعلم ايه والله انا انا والله ما اعرف متعلم ولا جاهل ولا دكتور ولا دكتور في ايه بالظبط انا مش عارف بس واحد متشال متشال عقله ومحطوط مكانه حذاء قديم بيكلم على البلتاجي بيقول ده سيدنا وتجرسنا وده سيدنا يونس اللهم لا اعتراض اللهم لا اعتراض علم مصر بيعانق العلم الفيتنامي سائحون فيتناميون في رحلة بالون بالأقصر مطار البالون في البر الغربي بالأقصر شهد النهاردة الحد رفع علم فيتنام بجوار العلم المصري في السماء الأقصر بعدما قام مجموعة من السائحين الفيتناميين بالإقلاع في رحلة البالون الطائر خلال زيارتهم للمناطق السياحية والمقاصد الأثرية صورة جميلة جدا صورة رائعة آه هو ده ده الرد البليغ على محاولات دنيئة رد بليغ على محاولات دنيئة لإيقاف عجلة النمو السياحي مصر رغم أنف الإرهاب ورغم أنف أعداء الدولة المصرية ورغم أنف هؤلاء الخونة والمرتزقة مصر بتفرح مصر فيها سياحة مصر فيها أمن مصر فيها أمان مصر فيها ناس قدامنا في الصورة أهو قدامنا علم مصر مع علم فيتنام ولا يمكن ان يؤثر حادث هنا او هناك هذه هي طبيعه الاحياء طبيعه الاحداث طبيعه الدنيا الصوره اللي قدامنا في هذا الـ في بهذا الشكل علم مصر يعانق العلم الفيتنامي وهذا البالون في مدينه الاقصر انا اعتقد انه هو الرد البليغ عندي معايا على الهاتف الاستاذ محمد عثمان عضو لجنه تنشيط السياحه الثقافيه اهلا بيك يا استاذ محمد اهلا بيك انا عضو لجنه تسويق السياحه الثقافيه اهلا بحضرتك يا فندم أهلا, اهلا بيك يا فندم يعني تعليقك على هذه الصوره ان كنت تراها او ما يجري في الاقصر واطلعنا على شكل الموسم السياحي في احتفالات مصر بالعام الجديد وضيوف مصر كيف يتم التعامل معهم؟ اطلعنا وبشرنا. اولا انا بكلم حضرتك من الاقصر. تمام. النهارده الحقيقه كان كنا احنا حريصين ان احنا ننتظر الناس اللي جايين اللي هم الزبائن ال... السياح اللي جايين من فيتنام وكنا النهارده بنفكر في حاجه تبقى جديده جدا ف كان شيء رائع ان هم قرروا او صمموا ان هم يكلموا يكملوا برنامجهم كله من غير ما يلغوا ولا حاجه اللي عايز ابشر بيه حضرتك مؤقتا او مبدئيا هو انه لا تحدث نسب الغاء على اي مستوى يعني المجموعه ال 20 ما حدش بيلغي منها واحد الناس اللي بيتنامين لما جم النهارده وكلهم طلعوا رحلات البالون كان مجموعات كبيره جدا وكثيره يعني واحنا قلنا نعمل حاجه جديده كلجنه تسويق السياحه الثقافيه فدناهم اعلام مصر انا عايز اقول لحضرتك ان الناس متفهمين جدا 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 لما يحدث متفهمين جدا 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 ان مصر امن انا انا كنت بتكلم معاهم بيقولوا مصر امن بلاد كتير قوي أو في اوروبا احنا بنروحها الناس مدركه ان قيمه مصر وعظمه مصر وتاريخ مصر قادر على انه يتخطى كل هذه المشاكل الصغيره النهارده البالون كان رائع بصعود المجموعات الفيتناميه مع بقيه المجموعات البالون مكتمل العدد لوصر منوره تماما بالمجموعات السياحيه اللي فيها، التدفق يعني بسم الله ما شاء الله رائع. الجميل فيه انه من مقاصد مختلفه، الجميل فيه انه يبتدي من جنوب شرق اسيا، اوروبا الغربيه، اوروبا الشرقيه والامريكتين، ما كنا زمان بنعتمد على منتج سياحي واحد او بلاد معينه، الموجود حاليا مالي السماء الاقصر بمنتخب الجنسيات مختلفه. اللي انا عايز اقوله لحضرتك كمان إن قيمة الاقصر وكم الاكتشافات اللي فيها خلّى تدفق فيها هذا العام هو الأعلى من بعد الثورة يعني إحنا ده يعتبر الموسم الأفضل لنا من بعد الثورة من حيث العدد ومن حيث مستوى الإنفاق مستوى الإنفاق اليومي للسايح بدأ بعد الثورة بـ 35 النهاردة إحنا بنلامس 90 دولار في اليوم مستوى الإنفاق الشخصي في اليوم هذا رفع كفاءة المنتج السياحي حتعود بالخير على مصر ان شاء الله هذا الموسم لن يتاثر بهذا الحادث الذي عبر واللي احنا سناه وتناسناه لكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان التدفق رائع الناس مبسوطه النهارده كانت في حاجه عملناها جميله جدا وهو ان احنا علقنا بانر على كل المركبات السياحيه سواء حربية الحنطور او التاكسات او الاوتوبيسات بيقول ايجيبت ذا لاند اوف لاف اند مصر ارض الحب والسلام على كل المركبات السياحية رحنا للناس النهاردة ودناهم هدايا في معابد الكرنك والأسر والبر الغربي أنا حاسس أن الناس حاسة أمان أنا حاسس إن الناس مدركة أن إن شاء الله مصر هتبقى في قيمتها وفي مكانها اللي تستحقه دايما أنا بشكرك جدا أستاذ محمد عثمان عضو لجنه التسويق كلام ونبرة صوت كلها متفائلة تشع أمل وتفاؤل وثقة وأمن وأمان وزي ما قال هاخد من كلامه انه لم يتم الغاء رحله واحده ونسبه الاشغال كامل العدد في كل المنتديات السياحيه في الاقصر واسوان ونبره الاستاذ محمد وهو بيتكلم بكل ثقه وانطلاق وانا بقول تاني فعلا ان مصر هي المقصد السياحي الاكثر امنا في العالم ولو كره الكارهون وزير المالية الدكتور محمد معيط بيقول النهاردة انه في 2019 هتعمل وزارة المالية على تقديم مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على اعلانات جوجل وفيسبوك وانستجرام والمنصات الالكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية للعرض امام الدورة البرلمانية الحالية الفصل التشريعي الحالي المجلس النواب لمناقشته وذلك خلال نص الاول من عام 2019 الى جانب تحصيل المستحقات الحكوميه والضريبيه والجمركيه الكترونيا من العام المقبل بدلا من عام 2000 من يناير 2019. يعني في مايو مش في يناير كمتحصلات حكوميه. انا اثمن المجهود اللي بيبذل من وزاره الماليه ومن الدكتور محمد معيط لتحويل مصر الى دوله كلها بشكل مميكن وتحويل المدفوعات الحكوميه خلاص وداعا للشيكات وداعا للاصالات وداعا, وداعا وداعا وفكره الشمول المالي اللي كان البنك المركزي مع وزاره الماليه عاملينه خلال الفتره الماضيه اعتقد انه بيمثل نقله نوعيه هائله في حوكمه الدوله المصريه الحوكمه محتاجه قاعده بيانات واحده محتاجه سيستم محتاجه محتاجه انا اتصور انه الكلام اللي قاله الدكتور محمد معيط في فرض ضرائب على اعلانات فيسبوك وتويتر وانستجرام معناها انه تصويب وضع حقيقي لانه في ناس الاعلانات بتطلع من الوسائل التقليديه زي الشاشات العاديه والصحف العاديه الى الاعلام الرقمي فبالتالي الدوله ما تفقدش وسيله من وسائل التحصيل حقوقها من خلال هذا القرار وانا يعني احيي الوزير واحيي الوزاره على هذا المنحه واحنا مستعجلين جدا لانه ده كان حصيله اعلانات الدوله بتاخد عليها ضرائب في الصحف العاديه والورقية او الشاشات العاديه تحولت الى المنصات الالكترونيه فمن ثم من ثم يجب ان يكون هذا امر مقدر ومشجع معي للتعليق على هذا الموضوع الدكتور اسامه توكل مستشار وزير الماليه للضرائب اهلا بك يا دكتور اسامه بيه الصوت الصداع ضاع طب هاتوا لنا تاني المحاولة أخرى لكن أنا برجع تاني وبقول إنه إحنا كل دول العالم عليها ضريبة على الإعلانات أي إعلانات بقى الإعلان هو إعلان سواء موجود في صحيفة مطبوعة أو موجود في منصة إلكترونية معي مرة أخرى دكتور أسامة توكل أهلا بك يا أسامة بيه مساء الخير يا فندم الخير يعني تعليق حضرتك على ما صرح به مع الوزير من انه 2019 شهد حاجتين فرض ضرائب على الاعلانات او متحصلات الاعلانات الموجوده على المنصات الرقميه والمتحصلات الحكوميه ستكون كلها من خلال يعني منصات رقميه خلال مايو 2019، تعليقك على هذا الامر والمنتظر انه يدخل للدوله دخل قد ايه؟ أولاً بحيي حضرتك على كل اللي قلته من أول البرنامج لحد دلوقتي وبحييك على مواقفك الوطنية ودورك التنويري وأرجو إن أنت لا تكل ولا تمل وتفضل تمارس الدور ده في كل حلقة وفي كل يوم. شاكر جداً حضرتك مبدئياً حضرتك عارف إن الدنيا كلها اتحولت للاقتصاد غير النقدي أو الاقتصاد الرقمي. ون الرئيس في كل اجتماعاته بيشدد على ضروره ان احنا كلنا ننتقل الى الاقتصاد الرقمي. صحيح. الدوله بدات بنفسها حضرتك عارف في المدفوعات الحكوميه ووصلت واحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي ان كل مدفوعات الدوله بقت مدفوعات الكترونيه بدات بمرتبات بدات بالمدفوعات بدات بالخدمات بتاعتها بالموازنات المحليات بكل ده وكان المرحله الثانيه المتحصلات المهدية متحصلات النقديه عارف حضرتك ان مبدئيا كانت الضرائب وكبارك وبقيه الرسوم اللي بتحصلها الدوله كانت بتحصل ضغطا بعد كده بشيكات ورقيه كان بيضيع وقت وجهد وصوائف بتضيع على الدوله لكن الفلوس في الشيكات وفي تحصيلها انتقلنا بعد كده للتحصيل الالكتروني وصدر قرار وزير الماليه اسبق بان بعض شركات الاموال لازم كل متحصلاتها تبقى متحصلات الكترونيه. ها علي الوزير دكتور محمد اصدر قرار ان اعتبارا من واحد واحد كل المتحصلات هتبقى الكترونيه سواء للضرايب او للجمارك او للضرايب العقاريه او بخلافه وعشان خاطر تقديم موسم الاقرارات حضرتك عارف بيبدا من واحد واحد انتاج 30 أربعة وعشان ما يحصلش ربكه في في المجتمع الضريبي فتم تاجيل القرار لحد بدايه من واحد خمسه ان شاء الله. طيب كيف يساهم التقدم الكترونيا في التسهيل على الممولين من ناحيه وكيف يرفع الحصيله الضريبيه للدوله بشكل عام. حضرتك عارف ان تصنيفنا بيقاس من ضمن الحاجات الضرايب. صحيح. ازاي الوقت اللي بيديه الممول في التردد على المصالح الضريبيه المختلفه ده بيخش في التصنيف بتاعنا وفي وفي التقييم بتاعنا في المؤسسات الدوليه يعني. طبعا انا النهارده لما اخلي مثلا ممول يقدم الاقرار بتاعه الكتروني زي ما حضرتك تم النشر قبل كده من واحد واحد الاقرارات هتبقى الكترونيه شركات الاموال وبريد القيمه المضافه هتبقى الزامي من واحد واحد الوقت اللي بيضيعه الممول هيقدم الاقرار وقعد في مكتبه او في مصنعه او في مكانه طبعا ما بيضيعش وقت على الممول التحصيل الالكتروني حضرتك عارف ان الشيك لما كان الشيك الورقي كان بياخد من ثلاث لسبع ايام تحصيل فتره تحصيل. صحيح. الثلاث لسبع ايام دول بيكلفوا الدوله مبالغ كبيره جدا. يعني الدوله بتستند بفايده بتصل ل 20% في بعض الاوقات. صحيح. تكلفه علينا. فالنهارده انا لما احصل فلوس الكتروني في حق الدوله بتاخده في نفس الدقيقه اللي حضرتك بتحول فيها الفلوس بتخش في موازنه الدوله فدي بتعمل وفر وبتعمل امان للممول مفيش وصل بيضيع كان ممكن الايصال الورق تضيع بيفقد ايام الثوره في حاجات كتير ضاعت اتحرقت اتعملت عشان ما كانش فيه المنظومه الالكترونيه اللي الدوله شغاله الحقيقه المنظومه دي دايره في كل مناحي وزاره الماليه وخصوصا مصلحه الضرائب الحقيقه يعني. مستشار وزير الماليه لشؤون الضريبيه الاستاذ اسامه توكل وبشكرك جدا على هذه الاطلاله وهذه المعلومات ولو احنا كل مكان حطينا دماغنا فيه ان احنا نصلحه ونميكنه وتبقى فعلا جزء من الدوله الرقميه هيبقى عندي في النهايه دوله رقميه زي كل الدول المحترمه بره. الناس والكائن والبشر والناس اعداء ما يجهلون. انا عدو ما اجهل. لو حاجه مش عارفها بخاف منها لا مش عايز. زي زمان يا جماعه الازهر زمان قال ان القهوه حرام واللي يشرب بن ده كافر زمان قال هذا الكلام. زمان اول ما الحلم الفرنسيه جت الازهر الازهر شريف رفض طباعة المصحف وقال ده حرام وده كفر زمان الأزهر قال إن المية في الحنفية حرام واللي يشرب منها بقى كافر يا جماعة الإنسان عدوه ما يجهل إحنا لازم نواجه أنفسنا إنه إحنا متأخرين متأخرين قوي متأخرين ما عنديش حوكمة الناتج المحلي الإجمالي في مصر كم تريليون صدقوني الحقيقي أضعاف مضاعفة ليه؟ عندي اقتصاد سري عندي اقتصاد في الظل، عندي اقتصاد غير مسجل، عندي ضرايب ضايعه على الدوله وحقوق ضايعه على الدوله، ولو جت هنلاقي فلوس نصرف على الصحه والتعليم والمشروعات وخلافه، احنا دوله مخنوقه دوله مخنوقه في إرادتها فبالتالي انا مش بقول فرض ضرائب جديده معاذ الله، احنا بنقول نوسع المجتمع الضريبي، ندخل الناس اللي ما بيدفعوش وبيتهربوا من الضرايب ده في ناس ايه؟ هو في ناس بتاخد اعلانات فلوس من الإعلانات اللي موجودة على ال... 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 وسائل التواصل الاجتماعي بياخدوا ملايين الدولارات. الدولة حقها فين؟ ما فيش دولة في العالم خدوا بالكم. احنا بنتكلم في كل شوف بره إيه؟ شوف بره إيه؟ حضرتك شوف بره إيه؟ في الضرايب. الضريبة بره آه 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 كلام ما نقاش كام في المية؟ كام في المية؟ وتلاقي الناس كمان واتفاقيات عدم ازدواج ضريبي. في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الضرايب خط احمر لا يجب ولا يمكن ولا يمكن التسامح او التصالح في تهرب ضريبي واللي بيتهرب ضريبيا بيسقط حقوقه السياسيه والمدنيه وخلافه بالتالي احنا محتاجين ثقافه تنتشر ثقافه ضريبيه تنتشر مش مش بس كل واحد فينا يتكلم الضرايب الدر... وزاره الماليه وزير الماليه يبقى ضرايب ما طايق وزير الماليه ما حدش طايق الضرايب ده جبايه الدوله بتاخد من جوب الناس ويطلع بقى النكت والكاريكاترات وغيره الدوله بتحط ايه ده يا عم افهم ده لصالحك الكلام ده لصالح حضرتك اللي بيكسب الدوله بتاخد منه جزء من مكسبه ده ا د نظم ودوله يعني ايه دوله هو كده انه اي حد يشتغل اي حد يكسب الدوله بتاخد جزء منه ليه لانه فيه نوع من العداله الاجتماعيه المنقوصه الصحة وزارة الصحة أكدت على لسان الدكتورة سحر صنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أنه هيتم صرف كبسولات اسمها الإمبلانون لمنع الحمل بمجان بحملات تنظيم الأسرة أنا فاكر وأنا بتكلم على مشكلة الانفجار السكاني وكيف يمكن أن نواجه هذه الظاهرة قلنا يا جماعة الناس اللي بيجيبوا سبعة ثمان عيال له عارف ولا بيقرا ولا بيشوف تلفزيون ولا بيشوف برامج ولا عنده وعي ولا عنده هو بيقول لك بجيب عيال برزقهم او بجيب عيال عشان يطلعوا يشحتوا ويجيبوا لي او بجيب عيال وهيطلعوا يشتغلوا او او ب 100 سبب فاحنا قلنا انه رسالتنا الاعلاميه لا تصل لهؤلاء وقلنا كمان ان هؤلاء لا بيقرأوا جرايد ولا بيشوفوا كذا ده حقيقه موجودين كثير منهم في بعض الاماكن محتاجين حد يروح يصل اليهم سواء رائد او سواء غيره بالتالي كان يجب ان وزاره الصحه تخطو هذه الخطوه الجريئه ان احنا نوصل وسائل منع الحمل مجاني لهؤلاء لان القضيه اذا لم يعي المجتمع ان قضيه الانفجار السكاني تاكل عوائد التنميه لن يشعر مواطن مصري بما يجري الا اذا كان هناك حصار ومواجهه مجتمعيه شامله لمشكله آه آه الانفجار السكاني ما على الهاتف الدكتوره سحر صنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسره بوزاره الصحه اهلا بك يا دكتوره سحر اهلا بحضرتك وبالسيدات والساده المشاهدين يعني انا شاغلني موضوع الانفجار السكاني واليات المواجهه غير النمطيه غير التاريخيه شاغلنا كلنا اتفضلي يا فندم قولي لنا وطمنينا احنا رايحين فين خلينا آه نقول بس احنا آه بنعمل ايه وبنقدم ايه دلوقتي آه عشان ان شاء الله بعد كده نقول ان احنا رايحين في سكه السلامه ما نعمل الاجراءات دي. آه يمكن آه حمله حقك تنظمي اللي اخذت 10 ايام آه سابقين آه كانت في ست محافظات المحافظات دي استهدفنا فيها المناطق الساخنه او المناطق ذات المؤشرات التي تحتاج الى تحسين. تقدمت فيها خدمات تنظيم الأسرة مع خدمات التوعية على كافة المجالات وكان كل الخدمات دي بالمجان يمكن كانت أبرز الخدمات دي وسيلة مستحدثة اللي هي كبسولات الامبلانون نكست قدمناها للسيدات مجانا من خلال الوحدات الصحية والكفور والنجوع لان الوسيله دي بتكلف وزاره الصحه الكبسوله الواحده 225 جنيه وعاده في الوحدات الصحيه او المراكز بتتقدم ب جنيه يعني بدعم اكثر من 95% لكن في الحمله واستجابه لطلبات الجمهور في المناطق العشوائيه والمحرومه والقرى الاكثر احتياجا قدمناها بصفه مجانيه. طيب الخطوات الـ 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 الاخرى المسانده والمساعده لوعي الناس آه طبعا آه الخطوات آه احنا عندنا 14 ألف رائدة ريفية آه بتجوب الكفور والنجوع آه الناس اللي احنا بنتعامل معاهم في المناطق النائية وفي القرى وخصوصا قرى آه ريف الصعيد محتاجة ان احنا نقعد نتكلم معاهم وجها لوجه ونسمع لهم ويسمعونا لان كل مكان بيبقى ليه خصائص سكانية مختلفة عن المكان الثاني فبالتالي ان احنا لازم نرد على الشائعات ونصلح المفاهيم والمعتقدات للناس دكتوره سحر سمباط رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسره بوزاره الصحه ربنا يوفقك وانت عندك قضيه تمثل اهم قضيه من قضايا الامن القومي لانه فعلا الازمه ازمه الانفجار السكاني يجب أن ينتبه المجتمع، يجب أن ينتبه المجتمع إنه 2019 لازم نقدر نقلل نسبة الانفجار السكاني، مش عايزين نزيد دولة تاني في 2019. مش عايزين 2 مليون ونص تاني، إحنا عايزين نزيد المعدل العالمي، خلينا نزيد مليون ونص السنة الجاية. بلاش 2 ونص، خلينا واحدة واحدة لأنه فعلا لن نشعر بعوائد التنميه اذا استمر الانفجار السكاني بهذا الشكل، قضيه عظيمه، قضيه خطيره، قضيه تاكل الاخضر واليابس. الناس تسال تقول احنا مش حاسين؟ ما انت مش هتحس. ما احنا بن... كل سنه بنزيد 2 مليون ونص. تخيل كل سنه محتاج كم فصل؟ محتاج كام ديسك، محتاج كم كتاب، محتاج محتاج كام فصل دراسي، محتاج كم مستشفى؟ محتاج وسائل مواصلات قد ايه طرق قد ايه تنميه قد ايه اكل قد ايه مصانع قد ايه هي بتتحسب بهذا الشكل ربنا يوفق وزاره الصحه في هذا الاطار عندي ضمن الملفات المهمة الملف السوري والتطورات الحاصلة في سوريا والمحاولات التركيه المستميته للسطو على الاراضي السوريه وممارسه المرض التاريخي لدى العثمانيين بالتوسع في على حساب الاراضي العربيه ونحن لهم بالمرصاد اذا اعطى ترامب الذي لا يملك اعطى لاردوغان الذي لا يستحق صك الحريه في التنقل داخل الاراضي السوريه من اجل مواجهه الاكراد اصدقاء امريكا بالامس انا اتصور انه اللعبه التركيه الامريكيه افتضح امرها وانتهى الامر بيتكلموا منذ 2011 وحتي الان وتم عسكرة الثورة السورية وتم تجييش وتسليح معارضين وسموهم الجيش الحر وتم محاولة ضرب الجيش العربي السوري وتم وإحنا من أول يوم بنقول لكل العرب في كل مكان سوريا حصن العرب الحصين ظهرت الشام بنقول تاني إن سوريا ستعود ستعود سوريا كما كانت حصن العرب الحصين سيعود الجيش العربي السوري الجيش الأول في مصر عندنا الجيش الثاني قلت الجيش الأول فين؟ هو الجيش العربي السوري لن ننسى وقلنا هذا الكلام أنه الآن بدأ أو بدأت الدول العربية تعلم وتعي أن هناك مخطط لنزع سوريا من الحظيرة العربية هناك احضان عربيه يجب ان يتم احتضان سوريا وعوده سوريا هذه الدوله المؤسس لجمع الدول العربيه احنا لا نجامل ولا نحب ولا نكره متطلبات الامن القومي العربي هي سوريا لا تنسوا ضياع العراق وبغداد تبعها وتبعها ضياع دمشق وسوريا وتبعها المخطط لضياع الجيش المصري ومصر انا لنا ان نستفيق وانا لنا ان نعي ان هناك مخططات شيطانية بتقودها الان تركيا العدو الابرز والاخطر على الامة العربية والدول العربية والدولة الوطنية هو اردوغان معي عبر سكايب من دمشق السيد غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي السوري اهلا مساء الخير استاذ غسان مساء الخير نشات اهلا وسهلا يعني اطلعنا على مستجدات الوضع على الارض في الفرات وفي هذه المنطقه التي يحاول اردوغان اختطافها من الاراضي السوريه بداية أخي نشأت يعني تحياتي لك ولقناتكم الكريمة وللمستمعين الأعزاء المشاهدين الأعزاء يعني انا بحييك على الروح الوطنيه والقوميه والعربيه اللي تكلمت فيها عن سوريا وبتعرف يعني سوريا كانت هي ومصر دوله واحده ونحن جزء من الامه العربيه اليوم لاحظ بالجيش اللي قلت انت انه الجيش الاول نعم الحمد لله ونفخر بان نكون الجيش الاول وان يكون الجيش المصري ايضا الجيش الثاني لبلد واحد الجيش العربي السوري، الجيش الاول اليوم يعني حارب على كل الاصعده، حارب المجموعات التكفيريه الداعشيه التي هي الان موجوده في سيناء وموجوده في ليبيا وموجوده في كل الاماكن، تعرف بان اردوكان يعني قام بجلب هذه المجموعات من جميع انحاء العالم، يعني تصور يعني اليوم يتكلمون عن جيش حر، اي جيش حر؟ اخي نشات يعني اين هو الجيش الحر تعرف من هو موجود في ادلب في ادلب المجموعات الشيشانيه والتركستانيه التي اتت من الصين ومن الاوزبك ومن اسيا الوسطى الى ما هنالك ولا تختلف يعني هذه عن يعني الدواعش المسخره يعني ان تسمع يعني ترامب يقول لاردوكان بان اردوكان هو من سيحارب داعش نكته العصر يعني تصور انه اردوكان اللي جاب الدواعش وشزاز الافاق والارهابيين من جميع انحاء العالم وجمعهم بادلب وبدير الزور وما بعرف وين بالحسكه هلا بده يجي يحاربهم الشيء الفظيع فعلا يعني ان تسمع هذه هذا الكلام ايضا ان يقول له سوريا لك افعل بها ما تشاء او يعني هو يريد ان يخلط الاوراق ترامب يريد ان يخلط الاوراق وكان ليس هناك سوريا وكان ليس هناك روسيا وكان يعني ليس هناك اصدقاء لسوريا وقفوا معها كايران ولذلك لاحظ يعني اليوم ما حدث بان التركي لم يقدم على خطوه دون ان ياخذ اذن من الروسي او على الاقل ان يعلم الروسي، لماذا؟ لانه يعرف بان روسيا له بالمرصاد وهي تقف الى جانب الجيش العربي السوري وهي وقفت كثيرا وحررت الكثير من المناطق، انا اقول لك بان يعني التركي اليوم هو له اطماع نعم وكل منطقه يدخل لها التركي يعني هو يحاول ان لا يخرج منها، لاحظ مثلا عندما دخل الى قبرص حتى الان لم يخرج التركي، دخل الى العراق في بعشيقه لم يخرج، ايضا هو دخل الى مناطق في سوريا شمال حلب يعني الباب عندك جرابلس اعزاز غيرها من المناطق عفرين اخيرا يعني وكانت نتيجه خطا من اخوتنا الاكراد الذين لم ينسقوا مع الدوله السوريه ولديك ادلب اليوم هو يحاول ان يستولي على المزيد من الاراضي بحجه وجود حزب الاتحاد الديمقراطي. يبدو ان السكايب ضعيف لكن عموما يعني الصوره الصوره اهلا بك اخ حسان مره اخرى. طيب انا يا استاذ حسان خليني لا. اسالك سامعني خليك اسالك على ما يجري على الارض الان يعني هناك تحركات تركيه في المناطق الحدوديه الموجوده على الحدود السوريه التركيه وهناك عمليه تجييش وعمليه نقل دبابات ونقل اسلحه يعني كيف تنظر وتستشرف المستقبل القريب؟ ماذا يمكن ان يفعل اردوغان الان؟ وما هي سبل المواجهه؟ لانه زي ما تفضلت اي ارض بيدخلها التركي لن يخرج منها اخي نشات يعني نحن نعرف بانه يعني يحشد الكثير من القوات يحشد يعني لكن كانت الضربه الروسيه السوريه الاستباقيه بالاستيلاء على محيط منبج ورفع العلم السوري والاتفاق مع وحدات حمايه الشعب ادت الى ان لا يستطيع اردوكان ان يدخل الى ارض فيها جيش سوري مطعم بجيش روسي كيف سيدخل يصطدم هل سيصطدم مع الجيش السوري وبالتالي مع روسيا لذلك هو ذهب الى روسيا ذهب الى روسيا ليقول لهم يعني انا اريد اضرب لاضرب الحزب العمال الكردستاني هذا الحزب الارهابي الذي يقاتلني في تركيا هو اليوم في سوريا لكن انا اعتقد بان روسيا يعني قالت له عندما يدخل الجيش السوري الى اي منطقه لا يحق لك الدخول وان مشكله حزب العمال الكردستاني ستحل في حال يعني هناك انتبه يعني اذا قبل حزب الاتحاد الديمقراطي او ما يسمى قوات سوريا الديمقراطيه بدخول الجيش السوري الى هذه المناطق سنجنب سوريا كارثه جديده واحتلال جديد عندما يعني حاول الجيش السوري ان يدخل الى عفرين بالاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطيه قال قادة قوات سوريا الديمقراطية واذكر يعني الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم قال ان الجيش السوري والجيش التركي سواء وتعرف لماذا قال هذا الكلام كان يستقوي بالامريكي ويعتقد بان الامريكي سيدافع عنه صحيح. اليوم ذهب الامريكي لنبقى امام وحدات حماية الشعب الكرديه او ما يسمى سوى الدوله السوريه ولذلك اعتقد الامور اصبحت ابسط يعني انكشف الغطاء يعني امامهم خيار خيارا اما ان ياتوا الى الدوله السوريه ويطالبوا بمطالبهم ضمن اتفاقات وحوارات ما بين الدولة السورية ومجلس سوريا الديمقراطية طبعا مع انضمام وحدات حماية الشعب إلى الجيش السوري ورفع العلم السوري في جميع المناطق أو يعني عدم الاتفاق مع الدوله السوريه وبالتالي سيدخل اردوكان ويفعل كما فعل في عفرين تعرف ان الجيش السوري لا يستطيع ان يدخل الى منطقه اذا لم يكن هناك يعني دعم للجيش في هذه المنطقه وايضا لا يمكن ان يكون الجيش يعني كما يقال وحدات حمايه الشعب من ورائه والجيش التركي من امامه ويضع نفسه بين خطي نار. لذلك اذا نجحت هذه المفاوضات بمساعي روسيا انا اقول لك بان أردوغان لن يدخل سوريا انا بشكرك جدا استاذ غسان يوسف الكاتب الصحفي من دمشق تمنياتي لكل النجاح وكل التوفيق للجيش العربي السوري زي ما قال الـ الاستاذ غسان يوسف انه وحدات حمايه الشعب الكردي التي كانت تعتمد على الولايات المتحده الامريكيه باتت الان عاريه لانه انا مؤمن تماما واقول دائما واردد ان المتغطي بالامريكان عريان دلوقتي قوات حماية الشعب الكردية كانت تتحالف مع أمريكا أمريكا باعتها وسبتهم للأتراك دلوقتي في تحالف زي ما قال غسان يوسف بين قوات حماية الشعب الكردي والدولة السورية أنا أعتقد الأمور بتسير إلى الأمام مع خالص تمنياتنا للدولة السورية حفاظا على الدولة حفاظا على الجيش لانه رصيد للامه العربيه دمتم في امان الله غدا نلتقي